فرحة ومسرة وبشائر هي راحة الأرواح والأبدان، وهي الحضارة والرقي الخالد والازدهار لسائر الأزمان، وهي الربيع لمن تصاحر قلبه، وهي الجلاء لكثرة الأحزان. هي فرحة ومسرة وبشائر، هي راحة الأرواح والأبدان، وهي الحضارة والرقي الخالد والازدهار لسائر الأزمان، وهي الربيع لمن تصاحر قلبه، وهي الجلاء لكثرة الأحزان. نور الكتاب سحائب الرحمن، بالقلب تنبت جنة البستان، آيات رب العالمين إلهنا، أصل الخطاب وروعة التبيان، فيها السعادة أينعت أزهارها، وبها ومنها بهجة الأكوان. نور البصائر والضمائر والنهى، طب القلوب ومشعل الإيمان، درعا متينا ضد كل غواية، حصنا حصينا عن أذى الشيطان، للقارئين حلاوة وطلاوة، للسامعين تشنف الآذان. نور البصائر والضمائر والنهى، طب القلوب ومشعل الإيمان، درعا متينا ضد كل غواية، حصنا حصينا عن أذى الشيطان، للقارئين حلاوة وطلاوة، للسامعين تشنف الآذان. في أرض طيبة أشرقت أنوارها، جمعية التحفيظ للقرآن، حلقات تحفيظ تدانى قطفها، للحافظين بمهجة ولسان، باسم السنابل قد تبين وصفها، هي للأجور وللعطاء معاني. نور الكتاب سحائب الرحمن، بالقلب تنبت جنة البستان، آيات رب العالمين إلهنا، أصل الخطاب وروعة التبيان، فيها السعادة أينعت أزهارها، وبها ومنها بهجة الأكوان. في أرض طيبة أشرقت أنوارها، جمع
كان وصفها هي للأجور وللعطاء معاني. باسم السنابل قد تبين وصفها هي للأجور وللعطاء معاني. ومحكمين بحرصهم وجهودهم بالعدل والإنصاف كالميزان. ومحكمين بحرصهم وجهودهم بالعدل والإنصاف كالميزان. في أرض طيبة أشرقت أنواها جمعية التحفيظ للقرآن. حلقات تحفيظ تدانى قطفها للحافظين بمهجة ولسان. لمتابعين المجد من كل الأسر أسر تتابع مجدها بأماني. في وقف من للذكر صاروا سدنة خير الخلائق سادن الفرقان. لمتابعين المجد من كل الأسر أسر تتابع مجدها بأماني. في وقف من للذكر صاروا سدنة خير الخلائق سادن الفرقان. في أرض طيبة أشرقت أنوارها جمعية التحفيظ للقرآن. حلقات تحفيظ تدانى قطفها للحافظين بمهجة ولسان. بل أنشأوا وقفا تسامى صرحه فلهم جزيل الشكر والعرفان. يا رب أعظم أجرهم وثوابهم أحسن إلى من زاد بالإحسان. من أنشأوا وقفا تسامى صرحه فلهم جزيل الشكر والعرفان. يا رب أعظم أجرهم وثوابهم أحسن إلى من زاد بالإحسان. والحمد والفضل العظيم لربنا أن قد حبانا نعمة القرآن. والحمد والفضل العظيم لربنا أن قد حبانا نعمة القرآن. أن قد حبانا أن قد حبانا نعمة القرآن. في أرض طيبة أشرقت أنوارها جمعية التحفيظ للقرآن. حلقات تحفيظ تدانى قطفها للحافظين بمهجة ولسان. لكم بس شكرا للمرشدين الجميلين على هذه الأصوات الجميلة الرائعة وهالأداء، عمر القريشي وزياد القريشي وعبد الله البشر وعبد الرحمن السلمان وصالح بن سحمان في أوبريت نور الكتاب من كلمات الشاعر مشعل معتق. كل الشكر لكم وشرفتونا وآنستوا. لو في وقت كان شرفتوا الكرسي كمان، لكن الله يحفظكم بارك فيكم يعطيكم العافية، شاكرين ومقدرين لكم.